أم خالد تسأل مي ليش أكثر أعمال هبة حمادة مع سعاد عبد الله، وهل ممكن أن سعاد عبد الله تشتغل مع كتاب غير، وهل سعاد عبد الله ممكن تشتغل في مسلسلات من تأليف كتاب آخرين غير هبة حمادة؟ أنت أم خالد فاهم الموضوع، ترى كله على بعضه غلط، فهمته غلط، لأن أساسا هبة حمادة قدمت أعمال أخرى ما فيها سعاد عبد الله، على رأسهم بوكريم، أميمة في دار الأيتام، كنت الشام وكناين الشامية، وايد أعمال ما فيها سعاد عبد الله. وكذلك سعاد عبد الله قدمت مسلسلات من تأليف آخرين، كذلك مع نوف المضاف في ثريا، كذلك في نوايا، فوايد مسلسلات إذا كان جمعهم كم عمل، وكان في زوارة خميس، والله كان في كل زمان، ومن رويحة الينة، فهذا يعني مو معناه أنهم على طول مع بعض، الشخصية والمسلسل هو يفرض إذا هبة تكون مع سعاد عبد الله ولا سعاد عبد الله تكون مع هبة.